نبي نبدأ هاللعبة. طبعا اللي ما لعبها بيندم. طبعا الجزء الأول حلو ممتاز وهتكمله حق الجزء الثاني. الكونسبت مال اللعبة غريبة جدا لكن ممتعة في نفس الوقت، بعدها شوي تفكير. بنبدأ فيها حيلة. يلا نبتدي نشوف كيف اللعبة. أتمنى تنال إعجابكم. شوف الانترودكشن. طبعا انصح اللعبة ناس يحبون اللعبة يعني غريبة شوي، يبالها تفكير ممتازة من ناحية الجرافيكس. نبتدي يا حيلة. لو تلاحظون حتى في أبسط الأشياء مثل عندك صوت الحشرات اللي حواليكم ينسمع. جميلة جدا.
البداية على طول الضحية نجرب مرة هذا. هالمرة نجوت. مرة كيف الحين بوالها تفكير اللعبة. ما في شيء هنا. كيف زين الحين هذا كيف الترتيب؟ كيف اللغز هذا؟ انزل تحت خلنا نجرب. طاح على خشم. زين نجرب طريقة ثانية. خدعني طبعا طريقة الأمثل نتعلم منها. كيف جي نجرب نعرف هاي. لو تلاحظون تشوف الترابس اللي حاطينها خلاص انخدعت مرة واحدة مو بنخدع مرتين. أيوة.
تصور المشكلة. شيء ما انتبهت عليه. اللعبة ترى مو بسهلة حتى لو تبين لكم سهلة، لكن يبغالها شوية تفكير. فخ الموت هذا دث تراب. أقدر ألاحظ أن في اختلاف بينه وبين الجزء الأول. واحد من الأشياء اللي هي إنك تقدر تأخذ شيء مثل هال القبعة هذه والبسة. طبعا أنا أدور البيت إذا في شيء مهم.
شيء تفرد مني والحين تبغى مساعدتي. حلوة هذه. ندور على القطعة هذه عشان بننزل المفتاح. انتحاري طلع هذا.
لازم تتخبى. والله ما تجنن فتقط خالص. شكله ما بيخلينا نتعلم. فترد بيتك البيت. سهلة خليتها بري.
كفو عليها والله سادس زين. Oh.
والله شوف حتى الظلم مثل زين. ودع الحبيب ترك هذا
ولا تكتيك هذه.